السيشن بتاعت النهارده شباب هنبدا نتكلم عن حاجه اسمها الاكسس كنترول ليست باختصارها اللي هو الاي سي ال. حد يعرف يعني ايه سي ال يا شباب او يعني ايه اكسس ليست؟ بحدد الايبهات مثلا تعمل اكسس على الجهاز ولا لا؟ الايبيهات اللي بتعمل اكسس على الجهاز. حد يعرف؟ عبارة عن فاير وول بيتحط على أول انترفيس لللان قبل خروجها على الوان، يعني بحيث اللي يعدي المسموح ليها اللي تعدي على الوان ولا لا. بالظبط. المفروض يا شباب اي نتورك في الدنيا المفروض ان هي بيكون فيها ديفايس بيبقى اسمه فاير وول. وايه الفاير وول ده؟ المفروض ان الديفايس ده بحطه عند النقطه الفاصله ما بين النتورك الداخليه والنتورك الخارجيه. ايه فايده الفاير وول ده يا شباب؟ فايده الفاير وول ده ان انت حضرتك المفروض من خلال الفاير وول دوت بتبدا تحدد ايه هي الترافيك اللي مسموح ان هي تخش جوه الشركه بتاعتك، وهي الترافيك اللي هي مسموح ان هي تعدي من الشركه بتاعتك تطلع لبره. تمام. فبناء عليها انا بعمل البوليسي بتاعه النتورك بتاعتي، او بمعنى صح انا بعمل ريستريكشن للترافيك اللي داخل واللي طالع في الشركه بتاعتي. طيب تعال الاول نتكلم كده شويه عن الفاير وول. الفاير وول ده لما جينا نتكلم عنه قلت لك ان الفاير وول ده بيبقى عباره عن ايه؟ قال لك ان ده بيبقى ديفايس بيبقى موجود عند النقطه الفاصله ما بين العالم الداخلي والشبكه الداخليه والشبكه الخارجيه. الفاير وول ده شباب بيبقى فيه منه طريقتين لتطبيقه في الشبكه بتاعتي. الطريقه الاولانيه ان انا بجيب ديفايس هاردوير بيبقى اسمه فاير، يعني انا بجيب ديديكيتد ديفايس بيبقى شغال اكنه كفاير وول. طيب الفاير وولز ديت انا عندي ايه الشركات اللي بتصنع الفاير وول؟ عندي مثلا سيسكو عامله ديفايس اسمه اي اس اي، عامله فاير باور، كل دي منتجات سيسكو. تمام. منتجات هواوي في مثلا اشهر حاجه اللي هو اسمه اليو اس جي 6000 ده لسه جديد نازل من هواوي. عندك في شركه اسمها بالو التو، ماشي. عندك شركه اسمها سوفوس. عندك تشيك بوينت ده شباب منتج اسرائيلي، فما بتلاقوش شغال في الوطن العربي خالص، تلاقيه شغال في اوروبا وامريكا بس. تشيك بوينت. تمام. عندك في اف 5 ده بتاع جينيبر. تمام. عندك طبعا واحد مشهور قوي اسمه فورت جيت. فكل ديت كل ديت يا شباب كل ديت بتبقى فاير وولز. الفاير وولز دي بتبقى هاردوير، يعني انا بجيب ديفايس كده ديديكيتد كفاير وول اجي احطه عندي في الشركه بتاعتي. طب لما اجي احط الفاير وول عندي في الشركه قلت ان لما اجي احطه بحطه في النقطه الفاصله ما بين النتورك الداخليه والنتورك الخارجيه. طيب السوليوشنز اللي انت شايفها قدامك ديت كلها دي كلها بتبقى سوليوشنز هاردوير. تمام. في سوليوشنز سوفت وير اقول لك كل شركه من اللي انت شايفها ديت ممكن يعمل لك حاجه اسمها في ام اي، يعني ممكن انت تجيب في ام اي، في ام اي مثلا بتاعت الفورت جيت، في ام اي بتاعت البالو التو، في ام اي بتاعت ايا كان ايه الديفايس، بجيب الفي ام اي دي احطها على سيرفر والسيرفر ده بشغله اكنه فاير. او في حل تاني ان انت عن طريق ان انت الراوتر بتاعك بتبدا تشغل عليه سوفت وير او بتبدا تشغل عليه ابلكيشن بيبقى اسمه الاكسس كنترول ليست. فالاكسس كنترول ليست يا شباب يعتبر احدى السوليوشنز اللي انا ممكن اطبقها عندي في النتورك علشان احول الراوتر بتاعي من ان هو يبقى شغال از راوتر، لا انا ممكن اشغله كراوتر واشغله كفاير وول. تمام. طيب تعالى بقى ايه احنا على مستوى الاتش سي ايه، تعالى بندرس ابسط نوع من انواع الاكسس ليست او الاكسس ليست البسيطه جدا تكاد تكون، يعني لو اجي استخدم الاكسس ليست كفاير وول اكيد ما بستخدمش الانواع دي. بيكون في انواع تانية ادفانسد من الاكسس ليست بقدر من خلالها اتحكم في الترافيك اللي داخل وطالع من الشركه. طب تعالى الاول نتكلم بشكل بسيط يعني ايه اكسس ليست. انا ممكن ببساطه احنا قلنا بقى ان الاكسس ليست ده سوفت وير بحطه على الجيت واي بتاعي بحيث ان انا احول الراوتر بتاعي ده من ان هو يبقى شغال از راوتر وشغال از افاير. طيب انا ممكن بكل بساطه اعمل اكسس ليست على الراوتر بتاعي دوت اقول عليه ايه؟ اقول ان مثلا الشبكه لو السورس بتاعي 192.168.1.0 لما يبقى طالع على الانترنت يبقى ده مثلا بيرميتد، يبقى ده بيرميتد، لكن لو رايح يكلم السيرفر ايه يبقى ده كده denied. وعلى النقيض لو الشبكه بتاعتي هي 192.2.0 ممكن نقول اللي هي لما تيجي تطلع على الانترنت اعمل لها deny، لما تيجي تكلم السيرفر اعمل لها permit. فانا عن طريق الاكسس ليست يا شباب بتاعتي بقدر احط البوليسي بتاعت النتورك بتاعتي او البوليسي بتاعت الشركه بتاعتي
ايه هو اللي مسموح ان هو يطلع وايه هو اللي مش مسموح ان هو. طب قصه ان انا احدد ايه اللي مسموح ومش ايه المسموح ده بيحميني من ايه يا شباب؟ ها ده بيقدر يحميني من ايه؟ ان انا احط بولي عندي في الشركه احدد ايه المسموح اللي مسموح ده بيحميني من ايه؟ بيحميني ان مفيش اي حد من بره الشركه او من بره الشركه تعالى يخش عندي. بالظبط بيحميني بمعنى صح، بيحميني من الهاكينج اللي ممكن يحصل على النتورك بتاعتي. طيب الاكسس ليست ديت بتقدر تحميني من اول اللاير كام لحد اللاير كام؟ قال لك ان هي بتحميك من اول اللاير 2، يعني ممكن تعمل اكسس ليست متعلقه باللاير 2 لحد اللاير 5. تمام؟ طيب ده معناه ان انا ممكن احط الرولز بتاعت الاكسس ليست دلوقتي بناء على ايه؟ ممكن احط الرولز بتاعتي بالمكان. تمام؟ ممكن احط الرولز بتاعتي بالايباد. تمام؟ ممكن احط الرولز بتاعتي بناء على بورتات، يعني في بورتات اشغلها وفي بورتات اقفلها. ممكن احط لا ابلكيشنز يعني اللير 7. لا يعني ممكن اقفل بورتات معينه او ممكن اقفل بروتوكول معين. يعني مثلا ممكن اقول ايه؟ كل البروتوكولات بتاعت التي سي بي مثلا امنح، او كل البروتوكولات بتاعت اليو دي بي امنح. تمام؟ طيب ممكن اقفل ايه كمان؟ ممكن احدد مين اللي يفتح السيشن مع مين. فاهمين قصدي؟ يعني ممكن اقول مثلا ان اللي جوه يفتح السيشن مع اللي بره، لكن اللي بره يجي يفتح السيشن مع اللي جوه، لا ده كده مش مسموح. ده كده انا بتحكم في اللاير كام؟ اللاير 5 اللي هي السيشن لاير. تمام يا شباب؟ طيب بالنسبه للابلكيشن لاير اللي هي اللاير 7، انا ممكن فيها اتاكينج يجي لي من اللاير 7، قال لك في اللحظه دي الفاير وول مش هيقدر يحميك من الكلام ده، انت بالتالي لازم تجيب ديفايس تاني بيبقى اسمه الاي بي اس، انتروجن بريفنشن سيستم او انتروجن ديتكشن سيستم. تمام يا شباب؟ احنا بنتكلم عليه النهارده هو فاير وول بيحميني من اول لاير لاير 2 لحد اللاير 5. ماشي يا شباب؟ في مشكله في الكلام ده؟ ده كده الاستخدام الاولاني للاكسس ليست. الاستخدام الثاني للاكسس ليست انا ممكن استخدمها في حاجه اسمها الانترستنج ترافيك. يعني ايه انترستنج ترافيك يا شباب؟ الانترستنج ترافيك ده معناه ان انا بميز ترافيك عن ترافيك ثاني. يعني انا مثلا عاوز اقول ايه؟ ان الترافيك اللي جاي من الاكسس ليست 2000 الترافيك ده عديه او ممكن تعمل له انكريبشن. يعني انا مثلا عاوز اميز، يعني مثلا عاوز اقول ايه؟ عاوز اقول ان الترافيك اللي جاي من الشبكه دي اعمل له انكريبشن، اما الترافيك اللي جاي من الشبكه دي ما تعملوش انكريبشن. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ ممكن اعمل اكسس ليست بتحوي الشبكه دي. طب لما اكسس ليست بتحوي الشبكه دي ممكن اقول لما الراوتر ده يعدي منك الناس من الاكسس ليست دي اعمل انكريبشن للداتا بتاعتك. انا دلوقتي سمحت او منعت يا شباب؟ لا لا، يبقى انا دلوقتي بستخدمها في حاجه اسمها الانترستنج ترافيك. انترستنج ترافيك يعني بميز ترافيك عن ترافيك تاني. تمام يا شباب؟ في مشكله في الكلام ده؟ هي دي حاجه موجوده برضه في الاكسس ليست على سيسكو ولا بس في هواوي؟ الايه؟ الحاجه دي موجوده الانكريبشن ده ممكن اعمله برضه في سيسكو ولا بس دي حاجه في هواوي؟ طبعا هو الانترستنج ترافيك دوت، الانترستنج ترافيك ده انا بستخدمه في ايه؟ انا ممكن استخدمه في حاجه اسمها النات. هندرس يعني ايه نات. ممكن اقول مثلا لو الناس من الاكسس ليست دي لما يجي يطلعوا بره يطلعهم بايبات معينه، او ممكن استخدمه مع الفي بي ان. اقول والله لو الترافيك دوت عديه في الفي بي ان ولا ما عدوش في الفي بي ان، فانا المفروض انا بميز ترافيك عن ترافيك تاني. تمام ماشي. فالخاصيه دي بيبقى اسمها الانترستنج ترافيك، يعني انا بميز ترافيك عن ترافيك تاني. تمام. طيب ده كده بالنسبه لاستخدامات الاكسس ليست. طيب بالنسبه لانواع الاكسس ليست، انا عندي فيه انواع كتير من الاكسس ليست. انا المفروض على مستوى اتش سي اي انت ما عندكش غير الثلاث انواع دي. اول نوع عندي اللي هو البيزك اكسس ليست. البيزك اكسس ليست قال لك ان هو بيبقى رقمها بيبقى من 2000 ل 2999، الادفانسد بيبقى من 3000 ل 3999، اللاير 2 اكسس ليست قال لك من 4000 ل 4099. طيب بالنسبه لاول حاجه عندي البيزك، ايه الفرق ما بين البيزك والادفانسد واللاير 2؟ قال لك الفرق ما بين الثلاثه اكسس ليست دلوقتي يا شباب، قال لك الفروقات ما بينهم، قال لك ان هو الاتريبيوت اللي بقدر احط فيها الرولز بتاعتي. يعني ايه الاتريبيوت؟ يعني انا دلوقتي لما باجي احط اكسس ليست على راوتر هو بيبقى عباره عن جدول كده يا شباب. الجدول ده مقسوم لحاجتين رئيسيتين، مقسوم ل بارامترز.
مقسوم لبارامترز او بيسموها الماتشنج. الماتشنج فيلد. وتاني حاجه قال لك ان هو بيعبر عن الاكشن. بيعبر عن ايه يا شباب؟ بيعبر عن الاكشن. طب هي ايه البارامتر وهي ايه الاكشن؟ انا الاكشن معروف يا اما الاكشن بتاع الرول بتاعتي يا اما تكون ديناي يا اما تكون ايه؟ الاو يعني انا بعمل بمنع الترافيك بتاعي يا اما بسمح للترافيك بتاعي. طب ايه البارامترز بتاعتي؟ البارامترز بتاعتي ده معناه الشروط اللي بتتوافر في الباك اند بتاعتي علشان اقدر اعمل لها بيرميت او بعمل لها ديناي. انا لو بيزك اكسس ليست قال لك ان الشروط اللي انت بتقدر تحطها قال لك ان انت بتقدر تحط حاجات متعلقه بالسورس اي بي ادرس فقط. ده معناه ان الاكسس ليست اللي هي البيزك اقدر احط تفاصيل كتير متعلقه بالبارامترز او متعلقه بالباكت. يا شباب شباب معايا؟ لا ما نقدرش نعمل كده. طبعا ديش تفاصيل كتير. انا كل اللي انا بقدر احطه ان انا بقدر احط المعلومات المتعلقه بالسورس اي بي. يعني لو السورس اي بي كذا اسمح له او امنع. طب لو انا عاوز ابقى دقيق اكتر عاوز تبقى دقيق اكتر لا انت تبدا بقى تروح للنوع الثاني اللي هو الادفانسد. الادفانسد بتقدر تحط الرولز بتاعتك تقول ايه؟ تقول والله ان لو هو من سورس اي بي كذا وديستنيشن اي بي ادرس كذا مش كده وبس. ده انا ممكن احط السورس بورت اقول له لو جاي بسورس بورت ايه واقول له ديستنيشن بورت ايه واقدر كمان احددها بناء على التايم. يعني انا ممكن اقول له لو انت الراجل ده باعت لي الباكت ديت من الساعه 5 للساعه 9 لحد الساعه 5 مثلا. فانا بالتالي انا الرولز بتاعتي بقدر احط فيها تفاصيل كتير زي السورس والديستنيشن اي بي زي البروتوكول تايب زي السورس والديستنيشن ماك وزي التايم كمان. قال لك انا كمان انت ممكن تحط التايم. تمام. فبالتالي انا قادر ان انا اوصف الباكت بشكل دقيق اكتر. ممكن اقول مثلا لو انت جاي لي من سورس كذا رايح للديستنيشن كذا اعمل لي بيرميت ولا ديناي. طب لو جاي من سورس كذا وديستنيشن كذا وطالع على بورت كمان كذا وبروتوكول ايه عامل لك برده ديناي ولا بعمل لك بيرميت. ممكن كمان اقدر احط الروت بتاعتي بناء على التايم. يعني انت بتبعت الباكت ديت الساعه كام. تمام. فانا بالتالي انا بالنسبه للادفانسد اكسس ليست انا الادفانسد اكسس ليست بقدر احط بارامترز كتيره جدا مقارنه بالبيزك اكسس ليست. طب بالنسبه لللاير 2 لا اللاير 2 ديت بقدر احط الرولز بتاعتي بناء على المكان. يعني مثلا ممكن اقول لو انت جاي لي من سورس ماك كذا وديستنيشن رايح لديستنيشن ماك كذا انا بحدد الاكسس ليست ديت بستخدمها. تمام يا شباب؟ في مشكله في الكلام ده؟ تمام يا شباب؟ تمام يا هندسه. خلي بالك الارقام دي مهمه جدا 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 لان الارقام دي بتحدد انا شغال بيزك ولا شغال ليه. تمام. طيب تعال ندرس بقى ايه شكل الاكسس ليست ديت بيبقى عامل ازاي. هو دلوقتي الاكسس ليست ديت هي عباره عن جدول محطوط على الجيت واي راوتر بتاعي. طب هو دلوقتي الاكسس ليست بتاعتي ديت اكسس ليست 2000 ديت على طول افهم انها اللي هي بيزك ولا ادفانسد ولا لير 2؟ بيزك بيزك يا باشا. لما اجي اشوف الرول يا شباب هلاقيها عباره هلاقي شكلها عامل ازاي. هلاقي ان كلمه رول يعني اول حاجه بلاقيها ان هو كاتب لك كلمه رول. بعد كده بيبدا يكتب لك رقم الرول. رقم الرول يا شباب هو الرقم ده بيتعمل بشكل اوتوماتيك. الرقم ده بيتعمل بمضاعفات الخمسه. يعني ايه مضاعفات الخمسه؟ يعني اول رول بتبقى 5 بعد كده 10 بعد كده 15 بعد كده 20 25 وهكذا. تمام. فانا ارقام الرولز بتاعتي لو انت ما حددتش الرقم بتاعت الرول هو بيحط الارقام بتاعت الرول بتاعته بناء على 5 10 15 20 وهكذا. بعد كده ببدا احط الماتش ببدا احط الاكشن بتاعي. الاكشن بتاعي يا اما يكون ديناي يا اما يكون بيرميت. طيب انا علشان بيزك اكسس ليست فانا الاتريبيوت او البارامترز اللي انا المفروض بحطها هي حاجات متعلقه بالسورس اي بي ادرس. فالسورس اي بي ادرس هو بيقول لك ايه؟ ان لو السورس جاي لك من الشبكه دي من الوايلد كارد ماسك دوت المفروض يحط لك النتورك والوايلد كارد ماسك. تمام. فانا المفروض لو جاي لي من السورس ده او من الشبكه دي المفروض ان هو يبدا يطبق الاكشن بتاعي اللي هو بيرميت ولا ديناي. تمام يا شباب؟ طيب فاحنا عرفنا شكل الرول بتاعتي. خلي بالك انا الراجل اللي عمل الاكسس ليست دوت قال لك ان هو عمل الرول الاولانيه هو اللي ضاف الرول الاولانيه وضاف الرول الثانيه وضاف الرول الثالثه. الرول الرابعه ديت بتقول لك ايه؟ الرول الرابعه دي بتقول لك بيرميت سورس اني. يعني ايه بيرميت سورس اني؟ يعني بتعمل بيرميت لاي حاجه. خلي بالك ان الرول ديت يا شباب هي باي ديفولت بتنضاف عندك في الجدول بتاع الاكسس ليست.
وبتنضاف في اخر رول. يعني دلوقتي الراجل ده عمل الرول الاولانيه وعمل الرول الثانيه وعمل الرول الثالثه، باي ديفولت الرول الرابعه دي بتنضاف. يعني الراجل اللي عمل الاكسس ليست ديت مش هو اللي عامل، مش هو اللي كاتب الرول الرابعه. قال لك ان باي ديفولت بيبقى موجود عندك رول في نهايه الاكسس ليست بتقول لك بيرميت اني. بيرميت ايه؟ بيرميت اني اكسس ليست. طيب طيب العمليه خلي بالك الديفولت رول عندي قال لك ان هي بيرميت اني. طب انا لو الديفايس ده ديفايس سيسكو، خلي بالك سيسكو برضو بقدر اعمل عليها اكسس ليست. الاكسس ليست اللي بعملها على سيسكو بتبقى الديفولت رول بتاعتك بتبقى ديناي اني. يعني سيسكو الديفولت رول بتاعتك بتبقى ديناي، اما هواوي بيبقى الديفولت رول بتاعتك بتبقى بيرميت. فانت خلي بالك وانت بتعمل الاكسس ليست لازم تكون مخلي بالك كويس جدا ان الديفولت رول اللي في الاخر بتاعه الاكسس ليست قال لك ان هي بتعمل بيرميت اني. تمام. طيب عايزين نعرف بقى عمليه الماتشنج بتتم ازاي على مستوى الاكسس ليست. يعني ايه عمليه الماتشنج يا شباب؟ عمليه الماتشنج ديت يعني مثلا هنفترض ايه؟ هنفترض ان لو في جهاز من الشبكه 192.16.0.1 مثلا عاوز يطلع بره الشبكه بتاعته. فلما يعني مثلا هنفترض ان هو 16.1، ف16.1 ده لما يجي يعدي من الاكسس ليست، الاول لما يجي يبص في الاكسس ليست يا شباب هو بيبص من فوق لتحت. تمام. طيب هي الرول الاولانيه ديت هتماتش مع ان الراجل ده يبقى هو السورس؟ لا مش هتماتش. ليه؟ لان هو الرول الاولانيه بتقول لك لو هو 192.168.1 اعمل له ديناي فهو ما حصلوش ماتشنج. طب يماتش الرول الثانيه، يبص على الرول الثانيه هيماتش معاها؟ لا. الرول الثالثه هيماتش معاها؟ ايوه. ماتش مع الرول الثالثه هيبدا يشوف الاكشن بتاعي. الاكشن بتاعي بيقول لك ايه؟ ديناي. الترافيك ده بمعنى صح يجي على الترافيك اللي جايه لي من الشبكه دي ويعمل لها ديناي. هل هيبص على الرول الرابعه؟ لا 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 ما بيبصش على الرول الرابعه. فبالتالي انا لما بيحصل عمليه ماتشنج في الرول بتاعتك بيطبق الاكشن اللي موجود على الرول ديت ويطلع من الاكشن، ما بيبصش على بقيه الرول. فانا بالتالي انا عمليه ترتيب الرولز يا شباب هي مهمه ولا لا؟ مهمه جدا. عشان كده هو عمل لك الترتيب 5 10 15 20. عشان انت لو حبيت تحط رول فوق الخمسه تقول مثلا رول 4 وتروح كاتب التفاصيل بتاعتها، عايز تحط رول فوق الرابعه فتقول اي رول 3 وتروح حاطط التفاصيل. فاهمين قصدي يا شباب؟ هو هينفع نحط رول 4 او 3 او 2 وهي اصلا مضاعفات الخمسه؟ هو حاططها اصلا مضاعفات الخمسه علشان انت لو حبيت تضيف رولز بعد كده تسبق الرولز اللي انت عملتها تعملها عادي. ان هو يبقى سايب لي سبيس في النص ادخل فيهم يعني. لكن انت لو ما عملتش قصه الارقام تعملها 5 10 15 20 تمام. طيب انا دلوقتي لو في حد من الشبكه اللي هي ال 172.16.1.1 يعني مثلا نفترض 1.1 هيحصل له ماتشنج مع الرول الاولانيه؟ لا. مع الثانيه؟ لا والله. على الثالثة؟ لا والله. فبالتالي الراجل ده ما حصلوش ماتشنج مع أي رول، هيعمل إيه في الترافيك دي؟ هيبرمت. هيعمل لها برمت. إن هو هيماتش مع الديفولت رول، كده بتقول لك لو جاي لك من أي صوت يعمل لها إيه؟ برمت. يعمل لها برمت. تمام يا شباب؟ في مشكلة في الكلام ده؟ تماما. تمام. طيب. تعالى بقى ايه نشوف الكونفيجريشن بتاعه البيزك اكسس ليست. طيب البيزك اكسس ليست قال لك ايه؟ قال لك احنا لما جينا نتكلم عن البيزك اكسس ليست قلنا ان البيزك اكسس ليست ديت يا شباب هي عباره ان انا بحط الرولز بتاعتي بناء على ايه؟ السورس اي بي بس. بناء على السورس اي. طب انا دلوقتي الراجل ده دخل كتب اكسس ليست 2000 يعني معناه ان هي بيزك، وراح كاتب الرول الاولانيه بيكتب كلمه رول بعد كده الماي بيكتب السورس بتاعي النتورك اللي هي 192.1 معمول لها ديناي. ده معناه ان الراجل ده عمل للشبكه اللي هي 192.1 لو جت تطلع بره هيعمل لها ايه؟ يعمل لها ديناي. وجي على الرول الثاني راح قايل بيرميت للشبكه ال 192.2 ده معناه ان لو في حد من الشبكه دي بيطلع بره هيعمل لها ايه؟ هيعمل لها بيرميت. انا دلوقتي عملت الاكسس ليست، انا المفروض ان في كده شبكه ودي كده شبكه ثانيه. يعني دلوقتي الراوتر بتاعي عليه كام انترفيس؟ 2 دي 3 1 و2 و0 صح؟ تمام.
طيب انا دلوقتي لما اجي اطبق الاكسس ليست دي ايه رايكم احطها على الجيجا 0 ولا الجيجا 1 ولا الجيجا 2 اللي انت مفصل ما بين اللان والوان الجيجا 0 0 دلوقتي الاكسس ليست اللي انا حاططها دي هي بتخص الناس اللي من الشبكه 1 0 وبتخص الناس اللي من الشبكه اللي هي 2 0 صح الكلام ولا ايه طب انا لو حطيتها هنا الراجل الناس اللي من الناس اللي جايه من الترافيك 2 هل هيعدي على اكسس ليست اصلا لما يجي يطلع بره لا لو حطيتها على جيجا 0 هل هيعدوا من الاكسس ليست لا هم اللي فوق هيعدوا من الاكسس ليست برضه لا فقال لك في اللحظه ديت لما يبقى عندك اكتر من سورس من الداتا بتاعتك قال لك ان انت يفضل تحطها ناحيه الديستنيشن يعني احطها على اي انترفيس جيجا 0 0 0 جيجا 0 0 0 طب انت لو انت حاططها ناحيه الديستنيشن ففي اللحظه دي قال لك بتعمل الاوبريشن بتاعتها فين قال لك ان الاوبريشن بتاعتها يا اما تكون ان باوند يا اما تكون اوت باوند لو انت قريب من الديستنيشن يعني انت باصص يعني الاكسس بتاعتك معموله ناحيه الديستنيشن قال لك في اللحظه دي انت كده بتعملها اوت باوند اما لو انت كنت عاملها الناحيه دي ده معناه ان انا بعملها ايه ان باوند طب ايه الفرق ما بين الان باوند والاوت باوند قال لك الفرق ما بين الان باوند والاوت باوند ان الان باوند الترافيك لما تيجي تخش على الراوتر بيعديها الاول على الاكسس ليست وبعد كده يبدا يعديها على الراوتنج تيبل اما لو انت مشغلها اوت باوند قال لك في اللحظه دي بتعديها الاول على مين الراوتنج تيبل على الراوتنج تيبل ولما يحصل لها عمليه راوتنج يبدا يعديها على مين الاكسس ليست على الاكسس ليست طب في منظوركم كده مين ان الاوفر هيد بتاعها يعتبر ايه الان باوند ولا الاوت باوند الاوت باوند احسن الاوت باوند هيبقى هو الهيد لو ايه الاوت باوند هو اللي هيبقى فيه لود اكتر الاوت باوند فعلا هيبقى فيه لود اكتر لان هو بيعدي كل الترافيك على الراوتنج تيبل الاول اما لو كنت بعدي الترافيك بتاعتي على الاكسس ليست فبالتالي ايه اللي هيتعمل له راوتنج الرسائل اللي معمول لها بيرميتد بس فاهمين قصدي يا شباب طب ما واحد يقول لي ايه طب انا اشتغل ان وخلاص لا ما هو الان برضه ما تنفعش لو انت عندك اكتر من سورس من الداتا معايا شباب تمام انا بالتالي انا ببدا اخش على الاتجاه الاوت او الاتجاه الفتحه اللي باصه ناحيه الديستنيشن واقول ترافيك فلتر يعني دلوقتي شغلتها كريستريكشن ترافيك واحدد الاوبريشن بتاعتي اذا كانت اوت باوند ولا ان باوند واكتب رقم الاكسس ليست اللي موجوده عندي تمام يا شباب في مشكله في الكلام ده تمام تعال نشوف بص بقى الراجل ده لما جه يعمل يعني مثلا جه من الجهاز ايه اللي هو ده يبنج على حد بره الشبكه هو دلوقتي لما عمل بنج بيعدي كام رساله ايكو؟ خمسه طب انا دلوقتي الراجل ايه ده لما يجي يعدي من الاكسس ليست هيتعمل له بيرميت ولا ديناي؟ ديناي فبالتالي انا رسائل البنج بتاعتي كلها هتقع يعني مش هيعديها له تمام؟ لو جيت عملت ديسبلاي للاكسس ليست بتاعتك هتلاقي ان الرول اللي هي بتاعت الديناي دي حصل لها ماتشنج كام مره؟ خمس مرات ليه خمس مرات؟ لان انا بعت خمسه اي تي ماشي يا شباب؟ تمام طيب بالنسبه للادفانسد اكسس ايه الفرق ما بين الادفانسد والبيزك يا شباب؟ الادفانسد في حاجه اكتر الادفانسد بقدر احط بارامترز اكتر واحط ماتشنج فيلد اكتر طيب تعال نشوف ازاي بعمل الادفانسد اول حاجه بكتب اكسس ليست رقم الاكسس ليست بتاعتي بعد كده بروح كاتب الرول الاولانيه رول ديناي بعد كده بكتب البروتوكول تايب بتاعي هو بمعنى صح هو الراجل ده عاوز يحط الرول ديت الاول عاوز يعمل ديناي للاف تي بي لما يبقى الجهاز 1-1 رايح يكلم الجهاز 10-1 يعني لما جهاز ايه يكلم الاف تي بي سيرفر عايز يعمل لها ديناي طب الاف تي بي ده تي سي بي ولا يو دي بي؟ تي سي بي فبالتالي هو لما دخل كتب ديناي نوع البروتوكول بتاعي تي سي بي وراح محدد السورس بتاعي 192.168.1 من الشبكه دي رايح للجهاز ده بص هو دلوقتي كتب 192.168.1.0 وكتب وايلد كارد ماستر ده معناه ان دي شبكه ولا جهاز بعينه؟ لا
دي شبكه شبكه دي شبكه كامله. طيب انا دلوقتي لما اروح على الديستنيشن اللي هو 172.16 واحد يعني ده كده جهاز بعينه. طيب لما يكتب الواحد كورد ماسك كتبه كله بصفار، كله بصفار ده معناه ان هو جهاز سورس اي بي بالظبط اللي هو الماتشنج بالظبط يعني هو جهاز واحد واحد بس. طيب انا دلوقتي لو جيت قلت له الديستنيشن لو انا ممكن احدد كمان الديستنيشن بورت ب 21 ده معناه ان انا قفلت البورت اللي بفتح من خلال السيشن بتاعه الاف تي بي. يعني الراجل ده هيقدر يفتح سيشن مع الراجل ده؟ لا لا. طب لو الراجل ده حب ان هو يعمل بينج على السيرفر ده هيماتش مع الرول الاولانيه دي؟ لا برضه هيبنج عادي. لا هيبنج عادي. طب ليه هيبنج عادي؟ لان انا الديفولت رول اللي موجوده عندي بتقول لك ان الديفولت رول ان هي بيعمل بيرميت لاي حد، يعني لو ما حصلهاش ماتشنج في الاكسس ليست بتاعتك بيعمل لها بيرميت يعني بيعديها. تمام يا شباب؟ طيب هو الرول الثانيه هنا عاوز يعمل ايه؟ هو الرول الثانيه بيقول ان جهاز 2 1 جهاز او الشبكه اللي هي 2 1 لو رايحه للسيرفر اللي هو تحت دوت اعمل له ديناي. هو دلوقتي بيمنع اي بروتوكول، بيمنع الاي بي بروتوكول. هو قصده ايه ان هو بيمنع الاي بي بروتوكول؟ يعني بيمنع كل البروتوكولات اذا كانت تي سي بي ولا يو دي بي ولا اي سي ام بي ولا ايا كان ايه بقى. تمام يا شباب؟ فانا لما بمنع الاي بي بروتوكول ده معناه ان انا بمنع كل البروتوكولات. معايا شباب؟ لو سمحت يا هندسه. لو مثلا في الشبكه اللي هي بتاعت 192.168.1.0 لو مثلا جهاز ثاني طلع مثلا عمل حاجه بالتي سي بي بس مش على الاف تي بي سيرفر هيسمح له ولا مش هيسمح له؟ يطلع هو كده ما حصلهاش ماتشنج على طول. يعني هو سمعناش اي حاجه. هو تقريبا انت قصدك ان انا لازم البارامترز بتاعتي تماتش مع الباكت اللي بتعدي من الاكسس ليست علشان ابدا اعمل لها ديناي اللي عملها بالنت. اصل انا لو بطلع على سيرفيس ثانيه ده معناه ان الديستنيشن الماك بتاعي مش 21، ده معناه ان انا ما حصلليش ماتشنج مع الرول الاولاني. يعني هو لازم بيماتش السطر كله يعني. بالظبط بالظبط. تمام تمام طيب استخداماته ان انا بستخدمه مع النات ده لسه هنشوفها. طيب بيقول لك ايه the advanced access list is capable of filtering traffic based on which attributes. يعني ال advanced دي بتقدر اقدر احط البارامترز بتاعتي بناء عليها. البروتوكول او البورت بقدر احط سورس اي بي ديستنيشن اي بي بقدر احط السورس بورت والديستنيشن بورت بقدر احط التايم. التايم برضو من الحاجات اللي انا بقدر احطها في الادفانس البروتوكول. تمام البروتوكول. تمام بيقول لك بقدر احط ماك ادريس. بقدر تحط ايه؟ ماك ادريس في الادفانس. ماك ادريس لاير 2. لاير 2 عاوز تعمل بالماكات يبقى لازم تشتغل على النوع الثالث اللي هو لاير 2. تمام يبقى طيب. كده الادفانسد اخد كل الاتريبيوت من لاير 3 لاير 5. تمام. لا لا على فكره يعني مثلا انا ممكن احط رول تقول لك ايه ممكن احط رول تقول لك ان لما الترافيك يعني مثلا ممكن ايه انا ممكن مثلا انا سامح للاف تي بي على الفاير ويل. تمام انت بالتالي انت الرول بتاعتك لو جايه من الاتجاه ده او جايه من الاتجاه ده هي كده معمول لها ايه؟ معمول لها بيرميت. صح؟ صح ولا ايه؟ ايوه تمام. طيب افرض انا عاوز احدد مين اللي يفتح السيشن مع مين. يعني انا ممكن اقول ان 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 اللي جوه هو اللي مسموح له ان يفتح سيشن اف تي بي اما اللي بره مش مسموح له. طب اعملها ازاي دي؟ قال لك في اللحظه دي بتقدر تلعب في الفلاجز. ايه الفلاجز؟ فاكرين الفلاجز بتاعت التي سي بي؟ ممكن اقول له ايه؟ ممكن اقول له ان لو الاك لو الاك فلاج قيمته بزيرو والسن
قيمتها بواحد، ده معناه ان الراجل ده بيفتح سيشن ولا اه هو لسه بيبعت. اعمل ديناي، اعمل ديناي في الاتجاه ده واعمل بيرميت في الاتجاه ده، يبقى انا كده قدرت احدد اتجاه الترافيك. ودي موجوده في الادفانسد اكسس كنترول؟ لا لا لا. تمام. في انواع كتير من الاكسس ليست يا شباب، بس هي مش قصتنا، مش قصتنا دلوقتي. بس يا باشمهندس الكيس اللي حضرتك قلتها دلوقتي ديت هي مش منطقيه شويه، يعني اه يعني ازاي الاف تي بي هيبعت حاجه والجهاز اصلا ما طلبش منه؟ لا انا ممكن يكون في حد من بره، في حد من بره بيستغل البورت بتاع الاف تي بي ده ويفتح معايا سيشن من بره. ما هو انا بدل ما بقدمش سيرفيس اف تي بي جوه في الشركه بتاعتي، انا ليه فاتح الاف تي بي من بره يخش جوه؟ تمام. لكن انا لو انا في الناس اللي جوه بتحمل ملفات، من الطبيعي اللي جوه هو اللي يفتح اف تي بي مع الناس اللي بره، لكن العكس. تمام. طيب بيقول لك once ان الاكسس ليست رول از ماتشد تو كونديشن، ايه الاكشن اللي بيتاخد؟ يا ديناي برميت. ماشي، ايه الاكشن برضو اللي بيتاخد الموجود في الرول؟ يعني هو المفروض ان هو بيشوف هي بيرميتد ولا دينايد، وبيعمل اكزايت من الاكسس، ما بيكملش، يعني ما بيكملش عمليه الماتش. ماشي شباب؟